اهلا بكم مشاهدي الكرام، احييكم انا ماجد حميد الى هذا الحوار مع فخامه رئيس جمهوريه العراق الدكتور برهم صالح. مرحبا فخامه الرئيس الى هذا الحوار من العاصمه العراقيه بغداد. وسابدا معك من البيان الذي صدر من قبل المرجعيه الدينيه في النجف والذي يتحدث عن الانتخابات، ان تكون انتخابات نزيهه، ان تكون الانتخابات بعيده عن السلاح خارج القانون والتدخلات الخارجيه. هل لديكم القدره على ضمان نزاهه هذه الانتخابات فخامه الرئيس؟ هذا البيان بيان مهم وتوجيهات مهمه تؤكد على حرص على الوطن وفي هذه اللحظه الحرجه من تاريخ بلدنا، تأكيد على ضرورة الانتخابات بوصفها الوسيلة المثلى للانتقال السلمي للسلطة ومعالجة المشاكل في البلد. ولا شك أن الانتخابات يجب أن تكون نزيهة ومعبرة عن إرادة العراقيين، الإرادة الحرة بدون قيمومة أو تدخل أو تلاعب، وأن تكون الأمل أن تكون هذه الانتخابات مختلفة عن سابقاتها، إذ شابت الانتخابات السابقة الكثير والكثير من المشاكل مما أدى إلى تصدع في الثقة الشعبية بالعملية الانتخابية. هذه الانتخابات فرصة، وما تفضلت به المرجعية من تأكيد على ضرورة التزام القرار الحر للعراقيين بعيدا عن المال السياسي والتدخل الخارجي والسلاح الخارج عن القانون هي توجيهات مهمة، وأملي أن تكون هناك مشاركة شعبية واسعة. فهذه لحظة مفصلية في تاريخ العراق وفرصة حقيقية للعراقيين أن نستعيد المبادرة من أجل الانطلاق نحو ما هو مطلوب، ألا وهو إصلاح وطني شامل لمنظومة الحكم يوفر للعراقيين حكما رشيدا ويسخر موارد بلدهم لخدمتهم ولبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. يعني فخامة الرئيس، هل الحكومة العراقية، جنابك استضافت لأكثر من مرة اجتماعات عدة، رئيس الوزراء، رئيس البرلمان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، الأمم المتحدة والمفوضية، في الاجتماعات السرية اللي هي بعيدا عن الإعلام، هل هناك قدرة على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة؟ أولا ربما ليست هناك اجتماعات سرية للغاية في هذا البلد، كثير من الانفتاح وكثير من المسائل تصل إلى الإعلام. لا شك أن موضوع الانتخابات كان سجالا كبيرا منذ حراك تشرين وإلى الآن. الدعوة إلى الانتخابات المبكرة لم تكن سهلة، والحكومة التزمت بتوفير ذلك وتحقيق ذلك مع البرلمان ومع القوى السياسية التي التزمت بهذا التعهد. وكان هناك إصرار جدي من قبل قيادة البلد ومن قبل القيادات الأساسية في البلد بضرورة أن تكون هذه الانتخابات حقيقة مختلفة وأن تكون نزيهة، وعملنا ما في الإمكان، وذلك أولا الإتيان بقانون جديد للانتخابات أعتبره أكثر إنصافا من القانون السابق، وربما يتطلب الإصلاح في المراحل القادمة لكنه مرحلة متقدمة. هناك تغيير في المفوضية، تغيير بنيوي وجذري في هذا الموضوع. هناك مشاركة واسعة للبعثة الأممية ومراقبة دولية للانتخابات، وهناك الكثير من الإجراءات الأخرى التي أقدمت عليها الحكومة مشكورة لتوفير هذه البيئة المناسبة لإجراء انتخابات. لكنني لا أريد أن أستبق الأمور، فيوم الانتخابات سيكون يوما حاسما، ويجب أن نكون حذرين ويجب أن نكون متهيئين لمنع المتلاعبين، لمنع الذين يتربصون بهذه التجربة ويريدون أن يحوروا المسار من المسار الحقيقي الذي نريده معبرا عن إرادة العراقيين. فإلى يوم الانتخابات وفرز الأصوات إن شاء الله تكون كما أقول انتخابات بدرجة من الشفافية والنزاهة ما يعتبر معبرا عن إرادة العراقيين. وقد سئم العراقيون من هذه المشاكل ويريدون الانطلاق ببلدهم نحو وضع أفضل.
تقديراتي ومعطياتي ومن قبل ومن متابعاتي الشخصية وأيضا متابعاتي مع البعثة الأممية ومع مفوضية المستقلة للانتخابات، هناك مؤشرات جيدة وهناك استعدادات جيدة، وأملي أن نتكاتف. لن ننتهي من هذه المهمة إلا بعد إجراء الانتخابات وتعداد الأصوات، لكن إن شاء الله بخدمة الخيرين، بهمة قواتنا الأمنية وأجهزتنا والمفوضية المفوضية المستقلة والدعم الدولي أيضا كذلك سنتمكن من هذه المهمة. وما بيان المرجعية اليوم الذي يعتبر بيانا مهما ومفصليا حقيقة، مؤشر مهم وفيه توجيهات واضحة وصريحة، إلا تأكيد على هذه المفاهيم، وأنا كلي أمل بأن العراقيين سينتصرون لهذا المفهوم وسيمسكون بزمام المبادرة. يعني المرجعية كانت دقيقة بشكل كبير، التغيير من خلال الشعب. بصفتك حامل الدستور، ويشهد لك بأنك حميت الدستور في يوم من الأيام برغم من كل التهديدات الأمنية، فخامة الرئيس هل كان من الأفضل أن يكون قانون الانتخابات أفضل مما هو عليه الآن؟ بصراحة هل كانت هناك تعديلات من رئاسة الجمهورية حذفت قبل أن تصل إلى البرلمان أو أثناء المناقشات؟ في البداية نحن تقدمنا بمشروع قانون كان يتبنى الدائرة الواحدة للمرشح الواحد أو لعضو البرلمان الواحد، لكن المناقشات السياسية في البرلمان والحكومة أدت إلى هذا الموضوع. في النهاية في تقديري أن هذا القانون يمثل تقدما ملحوظا عما كنا عليه في السابق، ويوفر فرصة حقيقية لتمثيل حقيقي للناخب في مناطق محددة، وهذا شيء مهم ويجب أن نقدره. هذا قد يكون لبرهم صالح رؤية حول قانون الانتخابات، وقد يكون لشخص آخر رؤية أخرى، هذه اجتهادات. المهم هذا هو القانون الذي ارتضيناه لأنفسنا كمؤسسات دستورية وقانونية من خلال البرلمان، وإن شاء الله سيؤدي إلى نتيجة جيدة. وإن كان هناك في مجال العمل أصبح فيه خلل أو تبين فيه خلل، لا أشك بأن المنظومة الدستورية في العراق ستكون قادرة على معالجتها. ماجد، أريد أذكر بنقطة مهمة. طبعا السنوات منذ 2003 إلى اليوم كانت سنوات عصيبة مرت على العراق، لا نستخب بحجم الدمار والمشاكل والألم الذي مر به العراقيون. ورثنا إرثا خطيرا من المشاكل والكوارث والسجالات داخل المجتمع، الاستقطابات، انهيار مؤسسات الدولة إلى غير ذلك، اقتصاد مدمر. العراق لم يرى شيء من الاستقرار على العراق على الأقل على مدى 4 عقود من الزمن، ولو أنني أنا أقدر بأنه من 58 من زمن الانقلابات العسكرية لم يعرف العراق استقرارا، لكن لنقل من 79 والحرب العراقية الإيرانية لم يعرف العراق استقرارا. كان لدينا الاضطهاد الداخلي، كان لدينا المقابر الجماعية، حملات الأنفال، الحصار، حرب الكويت، 2003، الإرهاب. لم يمر بلد آخر بما مر به العراق. 2003 إلى اليوم ونحن القائمين على أمر هذه البلاد، يجب أن نقر بأن الشعب العراقي كان يستحق أفضل بكثير مما مر فيه. وكانت هناك انتكاسات وكانت هناك مشاكل، واليوم بعد حوالي 20 سنة من هذه المنظومة يجب أن نقر بوجود خلل بنيوي في منظومة الحكم بحاجة إلى إصلاح حقيقي جدي. والطريق إلى هذا الإصلاح هو الاحتكام إلى الشعب وإلى صناديق الاقتراع وبالطريق السلمي، وهذا ما نؤكد عليه. لكن أيضا من المهم الملفت للنظر، خلال حوالي 20 سنة الماضية من 2003 إلى اليوم كان هناك انتخابات مختلفة، وكان هناك تغيير في 5 حكومات تغيرت بالطرق الدستورية، ولم ينتهي رئيس وزراء سابق إلى المشانق، ولم ينتهي رئيس جمهورية سابق إلى المشنقة. إن شاء الله لن أنتهي أنا أيضا إلى المشنقة. على أي حال قصدي شنو؟ هناك من يطالب محاسبة البعض على الفساد. لا، لا، يق...
تمكينا، هذا غير موضوع، هذا قصدي مو هذا قصدي. أنا أؤكد على المسار الدستوري للتغيير، لكن القانون يجب أن يكون الحاكم والأساس. من أفسد بحق هذا الشعب وأجرم بحق هذا الشعب وخالف القانون والدستور يجب أن يحاكم. لست بصدد مناقشة هذا الموضوع، لكن المفهوم السياق الدستوري للتغيير، السياق الدستوري للإصلاح، وهذه نقطة مهمة. نحن في العراق، هذا البلد الذي كان أسير دوامة العنف والانقلابات والاضطهاد على مر عقود من الزمن، ها الآن نرتضي لأنفسنا فرقا وأحزابا ومكونات وآراء مختلفة، نرتضي لأنفسنا الطريق الدستوري والقانوني وصناديق الاقتراع والاحتكام إلى الشعب، وهذا مهم. يعني أيضا كان لديكم موقف إيجابي مع تشرين، الكثير من البيانات، الكثير من المواقف، حتى زعل مع السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي السابق. هل لديكم أي خطة أو نقاش أو الدفع بالمقاطعين من تشرين للتوجه والمشاركة بكثافة في هذه الانتخابات فخامة الرئيس؟ أتمنى على المقاطعين أن يدققوا في خياراتهم، وأن الخيار الأسلم للبلد هو المشاركة في الانتخابات، وأن يدلوا بدلوهم لرسم مستقبل هذا البلد. ليس هناك خيار آخر، لا نريد العودة إلى الشارع، لا نريد العودة إلى مسلسل العنف والانقلابات وإلى غير ذلك. الطريق هو الاحتكام إلى صناديق الاقتراع والمشاركة الكثيفة والمشاركة الواسعة للشعب، هو التأكيد على ما أراده الكثير والكثير من العراقيين في حراك تشرين، ألا وهو أنهم يريدون وطنهم، نريد وطن. وهذه فرصة لأن يكونوا مشاركين في رسم هذه الخارطة. لا أدعي بأن الانتخابات ستكون العصا السحرية التي ستحل كل مشاكل العراق، لكن ليس هناك بديل أفضل لذلك، وهي فرصة. وبالتعددية الموجودة في الوضع السياسي العراقي وفي الانتخابات وفي ظل النظام الانتخابي الجديد ونظام الدوائر، لكل مواطن عراقي الحرية في اختيار من يراه مناسبا ليمثله. وفي تقديري هناك هامش واسع من التعددية، وهناك طيف من الآراء والمرشحين، مما إن شاء الله قد ينتهوا إلى البرلمان وينتهوا إلى أن يكونوا مشاركين في الدفع بالبلد بالاتجاه الصحيح. فخامة الرئيس، بعد أسبوع من الآن ستجري الانتخابات العراقية المبكرة. إذا ما ذهبت الأمم المتحدة والرقابة الدولية وقالت بأن الانتخابات شابهة من التزوير والسلاح المنفلت الذي حذرت منه المرجعية، هل لديك سلطة قانونية كحامي الدستور رئيس الجمهورية لرفض النتائج وإعادة التصويت، أم لا يوجد نص قانوني بذلك؟ قبل أن ندخل في الافتراضات والفرضيات، نؤكد على نزاهة الانتخابات، وكل عملنا كل عملنا وكل جهدنا هو منصب على أن تكون الانتخابات نزيهة وتكون محط رضاء الناس. والعمل مع البعثة الأممية في هذا الجانب واضح، وإلى الآن كما قلت كل المؤشرات والتأكيدات على أننا نسير في الطريق الصحيح، وأنا متفائل بما تقوم به المفوضية المستقلة للانتخابات وأشيد بجهودهم. سيكون أمامهم تحديات ليست بالقليلة، ومرة أخرى أنا لا أستخف بالإرث الخطير الذي لدينا من الانتخابات السابقة والمشاكل التي شابت الانتخابات السابقة. دعنا نعمل بجد وبدون تردد وبدون كلل من أجل إنجاح الانتخابات، وأن تكون الانتخابات نزيهة، وأن تكون هذه الانتخابات منطلقا لإصلاح بنيوي في العراق. أنا سؤالي فخامة الرئيس، وأنا لا أأتي لا أجاوب سؤالك لأنك تفترض حالة إن شاء الله لن تحدث، والعراق في غنى عن ذلك، والعراقيون لن يقبلوا إن شاء الله هذه المرة أن يتم التلاعب بنتائج انتخاباتهم، ونعمل جاهدين من أجل منع تلك الحالة. طيب سؤالي مبني على سؤال آخر، ألا وهو جنابكم، يعني هناك حديث عن تعديلات دستورية، هل من الممكن يعني بعد 18 عام تقريبا هناك الكثير من النقاط والخلل تذهبون إلى تعديلها؟ واحدة من هذه التعديلات
هي حامل دستور، حامل بلاد، تكون لديه صلاحيات. إذا ما قالت مفوضية الانتخابات، إذا ما قالت الأمم المتحدة، أنا أتحدث عن الانتخابات، عن كل انتخابات، بأن هناك مثلا نسبة المشاركة 30%، نسبة التزوير كذا، يكون هناك نص قانوني يعطي صلاحية لرئيس الجمهورية مثلا لإلغاء نتائج انتخابات. لو كان هذا موجود لاستخدم ربما في عام 2018. فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية، ولا أريد أن أختزل التعديلات الدستورية بهذا الموضوع، المرحلة القادمة يقينا ستكون مرحلة التعديلات الدستورية، وما توافقت عليه قوى سياسية كبرى في البلد في خارطة الإصلاح السياسي يتضمن هذا الموضوع. وفي هذا السياق أنا أريد أن أؤكد، قبل حوالي سنة ونصف من الآن، واستجابة لحراك القوى السياسية وأيضا حراك تشرين، شكلنا في رئاسة الجمهورية لجنة كبيرة من فقهاء الدستور والقانون، أقدمنا على مراجعة النصوص الدستورية، وتقدمنا ب يعني ورقة شاملة حول الكثير والكثير من هذه البنود التي هي بحاجة إلى تعديل، لكن الظروف السياسية لم تسمح لنا بتقديمها إلى الاستفتاء. ارتأى الفرقاء أن ننتهي إلى الانتخابات، المجلس الجديد، مجلس النواب الجديد المنتخب وإن شاء الله بشرعية ديمقراطية حقيقية يتولى هذا الموضوع، والرئاسة الجمهورية الجديدة والحكومة الجديدة ستقوم بمتابعة هذا الموضوع. يقينا بعد حوالي 20 سنة من هذه المنظومة، أنا أقر وأنا على رأس الدولة، أقر بأن منظومة الحكم الحالية في العراق فيها خلل بنيوي ولا تستطيع أن تلبي الحق المشروع للعراقيين في حياة حرة كريمة. أهلي في السماء وأهلي في البصرة، أهلي في الأنبار، أهلي في السليمانية غير راضين عن هذه المنظومة لأسباب مختلفة ومن دوافع مختلفة. أبدأ بما مثلا أن يكون المحافظ منتخبا بصورة مباشرة من أهل محافظته، بدلا من أن يكون محكوما بتوازنات سياسية ودوامات سياسية في مجالس المحافظات التي نعرف مشاكلها وإلى غير. مثلا هل إذا النص الدستوري الحالي يتحدث عن مندوب عن كل 100,000 عراقي، إذا كنا نلتزم بهذا النص الدستوري فيكون عدد أعضاء البرلمان الآن مئات أكثر مما هم عليه الآن. العلاقة بين الإقليم وبغداد التي شابتها الكثير والكثير من الأزمات خلال الفترة الماضية، لا الكرد راضين ولا بغداد راضي عن هذه العلاقة. والعلاقة ليست قضية علاقة موازنة 200 مليون دولار من هنا أو يعني هذه النسبة من الموازنة أو تلك، هناك مشاكل بنيوية في الدولة. وكذلك للمواطن العراقي بعد 20 سنة من هذا التغيير وهذا الدستور يرى ضرورة لمراجعته، ولكن المراجعة يجب أن تتم بالسياقات الدستورية، ويجب أن يتم في بغداد وعلى طاولة الحوار بين العراقيين وتحت سقف الدستور الذي ارتضيناه، وإن شاء الله أنا متفائل بذلك. فخامة الرئيس، مكافحة الفساد، نسمع شعارات منذ تقريبا سنوات، مكافحة الفساد، محاربة الفساد. هل يعقل فخامة الرئيس منذ 2003 إلى اليوم لا توجد كهرباء، لا توجد مستشفيات، لا توجد شوارع صحيحة، لا توجد مدن صحيحة؟ بالنسبة للعراق مليارات الدولارات، 81 مليار دولار فقط صرف على قطاع الكهرباء. المفروض الآن العراق في هذا المبلغ يصدر لدول الجوار. هل هناك يعني نية حقيقية وواضحة لمكافحة الفساد في العراق؟ الانتخابات فرصة للعراقيين أن يصوتوا لممثلين عن إرادتهم في مكافحة الفساد، هذا هو المطلوب في هذه الانتخابات. وأنا أقول الفساد الانتخابي والفساد المالي متلازمان، المال السياسي يأتي للتلاعب بنتائج الانتخابات، يأتي للتلاعب بعملية الانتخابات كي يأتي بالفاسد ويكون قائما على أمر هذه البلاد، ويأتي بمال إضافي يدفع به إلى الانتخابات التي تلي هذه الانتخابات. فقضية نزاهة الانتخابات مهمة، أعتبرها نقطة مفصلية، لكن أتمنى أن تسمح لي أسترسل شيئا في متابعة وضع الفساد.
الفساد مشكلة وآفة كبيرة. ما جرى في أفغانستان من انهيار سريع لمنظومة الدولة هناك، وبالرغم من الإمكانيات الضخمة العسكرية والأمنية للجيش الأفغاني والقوات الأمنية الأفغانية أمام مجاميع غير مسلحة أو مجهزة أو مدربة من طالبان، إذا تبحث عن الأسباب ربما هناك أسباب كثيرة لما جرى، لكن سبب أساسي لما جرى كان الفساد. كان الفساد الذي ينخر في جسم الوضع الأفغاني، ولم يبقي للشرعية أي شرعية للدولة الأفغانية. الفساد في العراق مع الفارق الكبير بين وضع أفغانستان ووضع العراق، فساد مشكلة وآفة خطيرة. الفساد والإرهاب متخادمان متلازمان مترابطان، هو الاقتصاد السياسي للعنف، يديم العنف، ومطلوب العنف مطلوب لإدامة الفساد، وليس فقط في قطاع الكهرباء، انظر إلى قطاع التعليم، انظر إلى قطاع الصحة، إلى الطرق كما تفضلت، إلى الكثير والكثير من المسائل. القضية حقيقة مرتبطة بالانتخابات إلى جزء ما، لأن المال السياسي يأتي بمن يريده أن يكون مندوبا عن الناس ويعبر عن إرادتهم. إن شاء الله العراقيون في هذه الانتخابات ينتصروا لإرادتهم ويمنع الفاسدين من الوصول إلى دست السلطة، ونتمكن من معالجته. أرقام مهولة، ولست بصدد يعني أن أتحدث فقط عن السلبيات، نستطيع أن نتحدث عن بعض الإيجابيات التي حدثت خلال الفترة الماضية من إجراءات ضد الفساد، من بعض المبادرات المهمة من قبل الحكومة وإلى غير ذلك، حتى في قطاع الكهرباء. لكن ليس هناك إنكار بأن الفساد هي مشكلة وآفة كبيرة. اذهب إلى المحافظات، الكثير من المحافظات وبالذات في الجنوب، وأيضا حتى في المحافظات الوسطى، وحتى في كردستان لدينا مشكلة الفساد، ليست بالقليلة يعني كي يكون، لأن الفساد لا يعرفها، الفساد لا يعرف، لكن في القليل في كردستان نرى يقين هناك تطور، يقينا تطور وعمران وشسمة، لكن الفساد ليست حالة طائفية أو قومية معينة. الفساد عابر للحدود، وليس فقط في العراق، وإنما على عموم المنطقة مترابط، ومترابط بظاهرة العنف، مترابط بظاهرة العنف. أتفق معك، في كردستان هناك تطور عمراني كبير، وهناك إجراءات ليست بالقليلة لنا أن نستفيد من تجربة الإقليم في هذا المجال، لكن الفساد آفة خطيرة بحاجة إلى معالجة. من 2003 إلى اليوم حوالي تريليون دولار، يعني 1000 مليار دولار، هي عائدات النفط حسب بعض التقديرات، وأؤكد أنها تقديرات وليست بالضرورة دقيقة، قد تكون أكثر قد تكون أقل. حوالي 150 مليار دولار متأتي من صفقات فساد هربت إلى الخارج، لا أقصد هربت إلى الخارج. ولذلك ذهبتم إلى قانون استرداد الأموال. تقدمت رئاسة الجمهورية بمشروع قانون لاسترداد الأموال المنهوبة من الخارج. قلت لكثير من الدول الصديقة التي تعاونت معنا في محاربة داعش، قلت أنتم ترسلون لنا معونات عسكرية ودعم عسكري لقتال داعش، لكن في نفس الوقت تستلمون وترحبون بالاستثمارات المتأتية من الفساد في سوق الأملاك أو الأوراق المالية التي لديكم في عواصمكم. هذا لا يصح، يجب أن يكون هناك تعاون دولي، ليس فقط مع العراق، مع كل العالم، أن يكون هناك تفاهم لمنع منافذ الفساد، استرجاع تلك الأموال. 150 مليار دولار إن كان أقل أو أكثر، هذه أموال هذا الشعب، بغلق منافذ التهريب وتهريب الأموال إلى الخارج المتأتية من الفساد، سنكون قد أسدينا خدمة كبيرة لبلدنا. أملي مع الأسف الشديد لم يتمكن مجلس النواب الحالي من إقرار القانون تشريعه، لكن أملي في الدورة القادمة سيكون هذا القانون أو هذا المشروع في مقدمة أولويات مجلس النواب الجديد. نعم. فخامة الرئيس، كان لديكم اجتماع مع الكتل السياسية وتم التوقيع على وثيقة للانتخابات، وثيقة الشرف للانتخابات العراقية. هناك من يقول بأن الكثير من الوثائق توقع ولا تنفذ، هناك خوف، وهذا مبني على معلومة وليس افتراض، الكتل السياسية التي تتحدث من الآن بحجومها الانتخابي، البعض يقول 60 مقعد، البعض يقول 30 مقعد، البعض يقول 40 مقعد، والبعض تجاوز حتى وصل إلى 100 مقعد،
هناك خوف أن هذه الكتل إذا شارك الشعب بكثافة وغير من خلال صناديق الاقتراع ولم تحصل على النتائج التي هي تريدها، ربما تذهب إلى صدام مسلح. هل وثيقة الشرف تحدثتم بصراحة أنه يا جماعة كلنا نحترم نتائج الانتخابات التي تعلن من مفوضية الانتخابات؟ نعم، موجود نص واضح احترام نتائج الانتخابات والالتزام بها وعدم التجاوز عليها. مدونة السلوك الانتخابي تؤكد على مجموعة من المفاهيم والسياقات في التعامل بين القوى السياسية وبين القوى السياسية والمرشحين وأيضا المواطن العراقي. الهدف منه أن حقيقة الانتخابات يجب أن يتحول إلى ظاهرة حضارية، نعم فيه متنافسين، فيه سجال سياسي، وسيكون فيه وكل حزب بما لديهم فرحون. وطبيعة الأمور أن هذه الانتخابات كما قلنا هي مفصلية ولها تبعات كبيرة على مستقبل العراق. فهناك تقديري ولو أن الحملة الانتخابية لم تبدأ بشكل جدي، ربما تبدأ الآن، يعني نحن في الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية، لكن أيضا أريد في هذا السياق أن أعبر عن شيء ربما نستخف به. الانتخابات السابقة كنا نجريها في ظل أوضاع أمنية عصيبة وسيارات مفخخة ومتفجرات. أنا لا أقول أن الوضع الأمني مؤمن بالكامل، لكن مقارنة بما كنا عليه الحمد لله الأجواء الأمنية أفضل بكثير، ونستطيع أن نقول أن الانتخابات ستجري في أجواء أمنية أفضل. حتما يجب أن نكون حاضرين أن الإرهابيين يتربصون ويبحثون عن فرص، والأجهزة الأمنية لديها خطط أمنية في هذا المجال وتعمل، وكنت في اجتماع معهم. لكن الجو السياسي أيضا بدأ ينضج أكثر، يعني أنا هكذا أقول أن الانتخابات أصبح شيئا من السياق التقليدي في العمل السياسي العراقي. نحن لا نتحدث عن سابقة، أصبح هناك تجربة متراكمة. فإن شاء الله الالتزام بهذه المدونة وبأخلاقياتها وبسلوكياتها المثبتة سيكون إضافة نوعية. القوى السياسية الأساسية وعدت بالالتزام ووقعت توقيعا حيا على هذا الموضوع، والآن المدونة موجودة في المحافظات للمرشحين وغيرهم، وسنتابع مع المفوضية المستقلة ونتابع مع الأمم المتحدة الالتزام بهذه السلوكيات التي هي سلوكيات حضارية مدنية وطنية إنسانية وأخلاقية. نعم. أيضا موضوع كركوك، يعني هناك شد ما بين الأحزاب المشاركة هناك لكركوك خصوصيتها، هل لديكم أي يعني إطلاق مبادرة لتخفيف التوتر؟ العرب والتركمان يطالبون بتأجيل الانتخابات في كركوك لما بعد 10 من تشرين لمدة أسبوع، حتى المراقبين الدوليين ومفوضية الانتخابات ربما أم جنابك تذهبون إلى كركوك ومراقبة الانتخابات. هناك عملية تخوين، البعض يتهم الكتل الكردستانية بأنها تسيطر على المفوضية، الكتل الكردستانية تتهم العرب والتركمان بأنهم يسيطرون على المحافظة من خلال المحافظ. هناك مشكلة في كركوك. والله يعني كي يكون كل الأطراف تشكو من الوضع في كركوك. يوم أمس الممثلين الكرد في كركوك كانوا في تواصل معي ويشكون من تدخلات في وضعهم. الأخوة التركمان أيضا كانوا قد اتصلوا في هذا السياق. المفوضية تعمل على معالجة تلك المشاكل، أنا في تواصل مع المفوضية وأيضا مع البعثة الأممية. الوضع في كركوك فيها حساسية، فيها خصوصية، لكن أيضا أريد أن أقيم مقارنة بالأوضاع السابقة الوضع في كركوك ربما أفضل، لكن هناك مشاكل ليس فقط في كركوك، في بعض المحافظات الأخرى. الدعوة إلى تأجيل الانتخابات في كركوك أو في أي محافظة بعيدا عن المحافظات الأخرى لن يكون سابقة جيدة بالنسبة للوضع العراقي. حسب المعطيات الموجودة من المفوضية والتغييرات التي أقدموا عليها في تشكيلاتهم، هناك مؤشرات جيدة وهناك اهتمام بوضع كركوك أن تكون الانتخابات نزيهة إن شاء الله. أبدأ في ملف العلاقات الخارجية للعراق، يعني حتى اليوم المرجعية تتحدث بأنه ترفض التدخلات الخارجية في موضوع الانتخابات، وهذا يأتي في ظل الصراع الأمريكي الإيراني.
الموجود على الساحة العراقية. فخامة الرئيس، هل تتحدثون مع واشنطن بصراحة؟ هل تتحدثون مع إيران بصراحة أنه كافي، العراق تعب يا جماعة، ممكن تعطون مجال أنه يكون هناك استقرار، تكون هناك حكومة عراقية جديدة، أبعدوا الصراع الأمريكي الإيراني عن الساحة العراقية، أم هذا صعب؟ ليس صعبا، بل هو أقل الواجب الذي يجب أن نقوم به قيادة البلد. العراق لا يمكن أن يستمر أن كونه ساحة لصراع الآخرين وإرادة الآخرين. حقيقة المنطقة، أنا لدي تفسير بسيط وقلته في اجتماع الأخير، اجتماعات مختلفة في نيويورك عند مشاركتي في الجمعية العمومية. العراق المستقر، العراق صاحبة السيادة الكاملة، دولة مقتدرة ذات سيادة كاملة، هي المفهوم المشترك لمصالح جوارنا. لا يمكن أن تكون هذه المنطقة مستقرة بدون عراق مستقر مقتدر ودولة ذات سيادة. أنا أتحدث بكل جدية في هذا المجال مع جيراننا، مع الإيرانيين، مع الأتراك، مع جيراننا العرب، مع الولايات المتحدة. لهم الخيار في الحرب على الساحة العراقية من خلال الوكلاء، والتاريخ العراقي هو هذا الحرب بأموالنا وأرواحنا، نتضرر منه كثيرا كعراقيين، لكن تضررت المنطقة من ذلك كثيرا جدا، والتجربة شاخصة للكل حقيقة. أو نتحول إلى مفهوم مشترك للأمن الإقليمي، دعامة أساسية مركزية للأمن الإقليمي، ألا وهو العراق المستقر المقتدر الآمن مع نفسه والآمن مع جيرانه. لا يمكن أن يكون العراق إلا دولة ذات سيادة. إن كانت هذه السيادة منتقصة وذا هيمنة من أي قوة إقليمية أو خارجية، سيؤدي إلى تدخل من الآخرين وننتهي إلى ما كنا عليه في السابق. هذا المفهوم برأيي هو مفهوم بدأ أكثر مقبولية الآن في المنطقة، وما مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة إلا تجسيد لهذه الحالة. هناك اهتمام دولي كبير بالعراق، هناك اهتمام إقليمي كبير بالعراق، الكل يقر بوجود حكومة ذات سيادة في العراق، ربما بدوافع مختلفة. هناك من يعني ذلك بصدق ومن قلبه كما يقولون، وهناك قد لا يعنيه لكنه يقدر أن هذه المصلحة. وأكو شيء آخر أيضا ماجد، العراقيين تعبوا، لا نقبل أن نكون، على الأقل لا يقبل الكثير من العراقيين، لا خلينا أكون مطلقا في وسط توصيفي، لا يقبل الكثير من العراقيون أن يكونوا أدوات بيد الآخرين وتسخر موارد بلدهم لمصالح الآخرين. هذا البلد بحاجة إلى إعادة بناء كامل. الكل اليوم كنت في تواصل مع الأخ وزير المالية، نتحدث في بعض الإحصائيات عن أوضاعنا. أمامنا تحدي اقتصادي كبير خلال السنوات القادمة. كي أذكر، في 2003 كان لدينا 800 ألف موظف، وحوالي 1.5 مليون متقاعد. اليوم إجمالي المتقاضين للرواتب من الموظفين والعقود والإعانة الاجتماعية وكذلك التقاعد يتجاوز 6 ملايين. نحن نكون بحاجة إلى نفط بسعر 85 دولار كي نتمكن من الإيفاء فقط بالتزامات الرواتب خلال السنوات الماضية. ونفوس العراق اليوم 40 مليون نسمة، في 2050 نكون 80 مليون نسمة. هذا أيضا صحيح لجوارنا. فالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي نعاني منها، المشاكل المتأتية من التغيير المناخي والذي يؤثر في البنية الاقتصادية والحياة في بلادنا، وهذا وادي الرافدين. وادي الرافدين الآن يتعرض إلى التصحر، حوالي 40% من أراضينا معرضة للتصحر، أكثر من 50% من الأراضي بدأت تتعرض إلى مخاطر فقدان القدرة الزراعية، الملوحة في مياهنا تزداد.
هناك مشاكل كبيرة كبيرة أمامنا، والآن هذه المنطقة لا تزال أسيرة صراعات قديمة وتعمل على إثارة نعرات صغيرة وتحارب على ساحة الخير، ومنها العراق. انتهى ذلك الزمن، العراق المقتدر ذات السيادة يمكن أن يكون المصلحة الأمنية المشتركة للكل، يمكن أن يكون جسر لربط مصالح الاقتصادية لجوارنا بعضها مع بعضا، ويمكن أن يكون العراق حقيقة العراق ذات السيادة عمود أو عماد المنظومة الأمنية والاقتصادية الجديدة في الشرق، نتجاوز به مشاكل الماضي. بدون عراقي ذات السيادة وبدون قرار عراقي حقيقي مستقل لن نقدر على ذلك. نعم فخامة الرئيس، أذهب إلى سؤالين مشتركين بالنسبة لجوابك. التصحر، تحدثوا مع إيران وتركيا بخصوص الحصص المائية، البطالة والعدد الموظفين في الدولة العراقية. فخامة الرئيس، تعرف جيدا بأن هناك ابتزاز للمستثمرين الأجانب، الكثير ربما من خلال جولاتك يرغبون في الوصول إلى العراق، ما زال خصبا بالنسبة للاستثمار، لكن إذا هناك ميليشيات وهناك سلاح منفلت وهناك فساد لا يستطيع المستثمر أن يعمل ويخفف عن كاهل الدولة العراقية. أولا فيما يتعلق بالحصص المائية، العراق وتركيا، العراق وإيران وسوريا أيضا كي نكون منصفين، بحاجة إلى حل هذه المشكلة بصورة جذرية، وهناك حوار الآن بيننا وبين الحكومة التركية لمعالجة هذه المسائل، وكذلك مع الجانب الإيراني، فهناك تغيير لمجاري الروافد بالنسبة إلى نهر دجلة، وكذلك السدود التي تم تشييدها في تركيا تؤثر تأثيرا كبيرا على وضعنا. يعني نعم، نحن بحاجة إلى هذه المعالجات، وهي معالجات إقليمية لا يمكن معالجتها فقط في السياق العراقي. سوريا أيضا مهتمة بذلك. دعني ما دام أتحدث عن سوريا، يقال أن أحد الأسباب الأساسية للاضطراب في سوريا والأوضاع التي مرت في سوريا كان قضية التصحر ونزوح الناس من الريف إلى المدن وعدم قدرة المدن على استيعاب هذه الأعداد المتنامية. حسب بعض التقديرات الموجودة من منظمات الأمم المتحدة للتنمية، حوالي 7 ملايين عراقي الآن معرضين للتهجير بسبب التغييرات المناخية وبسبب العنف أيضا أو الذي جرى. مدننا لا تستطيع أن تتحمل هذه الهجرة، وأسعار النفط بعد 2030 حسب المعطيات العلمية أنها ستتعرض إلى انكسار، لأن أوروبا ستذهب باتجاه الهيدروجين، خلايا الهيدروجين للطاقة والطاقة الكهربائية وإلى غير ذلك. فيجب أن نستبق هذه الأمور. إيران لديها مشكلة كبيرة فيما يتعلق بالمياه، فيما يتعلق بالتصحر والعواصف الربدية، يعني سبق وأن تحدثنا مع الإيرانيين في هذا المجال. يجب أن يكون هناك إطار إقليمي لمعالجة هذه المسائل. وادي الرافدين، أرض السوات، لا يمكن أن يكون كذلك. يجب أن نرجع، هذه هي المفارقة في العراق. مستقبل العراق يكمن في العودة إلى ماضيه الأخضر من جبال كردستان. وهذه اللوحة تجسد شيء من تاريخ العراق الذي تتحدث عنه. هذه اللوحة رائعة، هذه الجدارية نحت من النحات العراقي المشهور رحمة الله عليه محمد غني حكمة، الشجر المعطاء صاحبة الجذور العميقة في التاريخ، وهذا التلون والتنوع في المكونات، فيه الكثير والكثير من مكونات الشعب العراقي، جدارية معبرة عن العراق. وهذه أيضا حقيقة مفارقة، ما ولو أنني لا أتجاوز سؤالك أرجع إلى سؤالك حول المستثمرين. العراق فيه مفارقة، البلد الذي فيه من الإمكانيات والخيرات ما يمكن أن يعطي لمكوناته أكثر بكثير مما هم فيه. يعني لو توفر لدينا منظومة حكم رشيد وانتصرنا إلى ما هو مطلوب من استثمار بلدنا بشكل الصحيح وباستثمار الشجرة والتي هي فيها أيضا رسالة بيئية، عودة إلى هذا الموضوع أرض السواد، نكون قد أزدينا واجبنا تجاه شعبنا. عودة إلى قضية الفرص العمل والبطالة، طبعا كما أقول اليوم 40 مليون عراقي، 2050 حوالي 80 مليون، والنسبة الأكبر من العراقيين هم من الشباب دون سن 30،
ولدينا المشكلة الكبيرة، مشكلة البطالة، وهذا لا يمكن فقط التوظيف القطاع العام، يجب أن البنى التحتية، فرص العمل يأتي من خلال القطاع الخاص. طبعا الفساد عرقلة كبيرة، لا أخفيك، الفساد يديم حالة السلاح المنفلت والغير قانوني والمشاكل الموجودة. الفساد والمال السياسي المتأتي من الفساد يديم الحكم المنحرف ويديم الحكم غير الرشيد. فلذلك نعم أنني أقر بأن هذه مشكلة، لكنني أريد أن أقول الانتخابات النزيهة هي فرصة لتمكين العراقيين وتمكين المواطن العراقي من أن يشارك في رسم مستقبله بدون قيمومة أو تلاعب. الانتخابات النزيهة تأتي منع السلاح المنفلت يوم الانتخابات، فخامة الرئيس، العلاقة مع واشنطن، يعني الكل يتحدث أمريكا التي جاءت وأطاحت بنظام صدام حسين ومن ثم جاءت بالكثير من الوجوه والكتل السياسية المعارضة الآن للوجود الأمريكي. يعني ما من المعقول أنه بعد كل اللي قدمت أمريكا والله يلا الأمريكان تفضلوا اطلعوا برا. طيب ما هو مستوى العلاقة اللي جنابك تراه أنه من الممكن أن يجعل لأمريكا علاقة متوازية مع العراق؟ أمريكا أيضا تخاف وتقول بأن هناك تدخلات إيرانية قوية في العراق وأنا أريد أن أقف بالضد من هذه التدخلات. لا تنسى فخامة الرئيس، الكتل الكردية والكتل السنية عارضت إخراج القوات الأمريكية من العراق. فيما يتعلق بالعلاقة مع أمريكا، هي علاقة مهمة للعراق، علاقة الولايات المتحدة دولة كبرى ولها تأثير ولدينا مصالح مشتركة، ونتطلع إلى دعم أمريكي حقيقي لسيادة واستقرار العراق، كما نتطلع إلى دعم الدول الأخرى، القوى الكبرى في أوروبا وروسيا والصين. العراق بحاجة إلى توازن في علاقاته كي يكون دقيقا في هذا المجال. العلاقة الأمريكية العراقية حددت في الماضي فقط في الجانب العسكري، وكان مهما، والدعم العسكري للتحالف الدولي الذي قاده الولايات المتحدة كان مؤثرا في إنهاء داعش. العراقيون تصدروا المشهد وتصدروا التضحيات في مواجهة داعش وتحرير بلدهم، لكن الدعم الدولي ودعم الجيران والأصدقاء لا يمكن لنا أن ننساه ونقدره تقديرا عاليا. لكن في النهاية هذه العلاقة لا يمكن أن تحدد بالعامل العسكري وحده، فهناك الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة مبني على الإطار الاستراتيجي في العلاقة، الاتفاقية الإطارية للعلاقات الاستراتيجية التي تؤكد على العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية، وهناك الكثير والكثير من المجالات التي يمكن لنا أن نتعاطى معها. لكنني أريد أن أقول يا كاكا ماجد، الدرس من أفغانستان وغير أفغانستان، في النهاية القرار عندنا. إذا كنا جادين وصادقين مع شعبنا ومع مستقبلنا ومع وطننا، ننتصر لمصالحنا ولشعبنا. لا يمكن لقوة خارجية مهما كانت قوتها أن تبني لك شرعية وأن تبني لك دولة وأن تبني لك وطنا. أنت صاحب الوطن، نحن أصحاب هذا البلد. إذا كنا صادقين مع أنفسنا ومع شعبنا، هذه مهمتنا. مهم جدا أن نفهم أهمية الولايات المتحدة وتأثير الولايات المتحدة، ولكن الأهم من ذلك أن نفهم محدوديتها، أيضا محدودية تأثيرها. في النهاية القرار لنا والقرار للعراقيين. أن نبقى معتمدين على العامل الخارجي مهم. فيما يتعلق بالعلاقة مع إيران، أنا لست بصدد أي تنكر لأهمية العلاقة مع إيران. إيران جارة مهمة لنا، تربطنا وإياها علاقات ثقافية واجتماعية راسخة في التاريخ، حدود طويلة وعلى يعني مصالح مشتركة كثيرة، وتبقى هذه المصالح وتبقى هذه الثوابت التاريخية والجغرافية يقينا. ولكن العلاقة تبنى على علاقة دولة إلى دولة، دولة ذات السيادة إلى دولة ذات السيادة. القرار يجب أن يكون عراقيا بامتياز وبدون قيمومة أو تدخل. نعم، العلاقة مع الدول العربية تشهد تطور كبير، هناك زيارات، هناك علاقات، منافذ مع المملكة العربية السعودية. كيف تصف العلاقة وإلى أين تريدون أن تصل هذه العلاقة
فخامة الرئيس؟ أنا برأيي العلاقات مع العمق العربي للعراق مهمة جدا، وقد تطورت خلال السنوات الماضية إلى حد كبير، ونتمنى أن تشهد تطورات أكثر. والعلاقة مع المملكة حقيقة هي علاقات مهمة. أنا شخصيا زرت المملكة مرتين أو ثلاثة خلال هذه الفترة الرئاسية، وكان لي شرف اللقاء مع جلالة الملك سلمان، وكان مهتما كثيرا بالأوضاع في العراق ومهتما بالعلاقات الثنائية، ويتذكر دوما في كل لقاء معي يتذكر زياراته إلى العراق وفي شبابه وذكرياته الطيبة عن هذا البلد واهتمامه. وهناك حقيقة ما تحقق خلال الفترات الماضية، إن كان مع الأردن الشقيق، مع مصر، مع المملكة، مع الكويت، مع الدول الخليج يعني عموما، مع الإمارات، مع قطر، يعني هي على تطورات مهمة جدا، لا ترتقي إلى مستوى الطموح بعد، لكن تحقق تقدم حقيقي. والكل يقر بدون عراق قوي مستقر مقتدر ذات السيادة، الأمن القومي العربي لا يمكن أن يكون مستتبا. فعودة العراق إلى الساحة، عودة العراق لدوره المحوري مهم جدا. والعراق مرة أخرى بدلا أن يكون ساحة تنازع، وبدلا من أن يكون عنوانا للصراع والتناحر، العراق أضحى اليوم عنوانا لجمع الفرقاء، وهذه مفارقة تاريخية مهمة لنا أن نعتز بها. وإن شاء الله عودة إلى الانتخابات، هذه الانتخابات سنشهد دفعة بالاتجاه الصحيح، دفعة باتجاه الإصلاح الداخلي، دفعة باتجاه التأكيد على سيادة العراق، على سيادة العراق وقراره الوطني المستقل. وهذا الذي يتطلب توازنا في علاقاته وانفتاحا مع علاقاته الإقليمية. العراق لا يريد أن يكون إلا عنصر خير لجواره، ويتوقع من جواره الاحترام لسيادته والاحترام لخصوصيات شعبه ومصالحه الوطنية. نعم، لكن أيضا الدول العربية تريد من العراق منع أي تهديدات أو هجمات تهدد أمن هذه الدول بكل جهد. هذا يقينا هذا مطلب مشروع، لا نريد لبلدنا ولا نقبل لبلدنا أن يكون منطلقا لأي عدوان على أي من جيراننا، لأي من جيراننا. وهذا مطلب مشروع، وهذا يتطلب العمل معا حقيقة لمنظومة إقليمية أمنية مشتركة واقتصادية مشتركة في ضوء التحديات الكبرى التي تحدثت عنها. وأيضا أنا أقول بكل صراحة، الأهم في كل هذه المعادلة دولة عراقية مقتدرة ذات سيادة كاملة في أمن مع شعبها وأمن مع جيرانها. أن لا يقبل العراق، وليس من مصلحتنا أن نقبل أن يكون منطلقا لأي عدوان أو عمل عدائي على أي من جيرانها. نعم، هناك نقطة مهمة، المباحثات الإيرانية السعودية كيف تسير؟ هل هناك جولات أخرى ترعى من قبل العراق؟ حسب المعطيات، وقد أعلنت من قبل أطراف مختلفة أنها تحققت تقدما ليس بالقليل، لكن ربما هناك بعض التحديات المتبقية نأمل أن تؤدي إلى انفراج كبير وتؤدي إلى حوار أكثر ديمومة. المنطقة بحاجة إلى أن نكون معا لمعالجة التحديات الكبرى معا. المملكة العربية السعودية وإيران دولتين كبيرتين في هذه المنطقة، للعراق مصلحة أن يكونوا في حالة وئام وتفاهم، للعراق مصلحة أن تكون هذه الدول في حالة وئام، وأن نركز على ما هو مطلوب، ألا وهو معالجة التحديات التي أمامنا بخلق فرص عمل لشبابنا العاطل عن العمل، ومحاربة التطرف والإرهاب الذي يهدد كل المنطقة وليس دولة بذاتها. نعم، فخامة الرئيس، تشكيل الحكومة القادمة بناء على الوثيقة التي وقعت أيضا مع السيد الصدر ومن ثم عدل الانتخابات، هل تعتقد بأنها ستكون سريعة؟ هل هناك تفاهمات أولية؟ وهل للعراق قدرة على منع التدخلات الخارجية وتحديدا المحور الأمريكي والمحور الإيراني؟ أنا أقول فيما يتعلق بالتمنيات،
طبعا إذا كنا ننظر إلى الماضي يطول تشكيلات الحكومة، بس في تقديري الوضع الحالي في العراق لا يتحمل التأخير. الوضع الحالي، الاستحقاقات الاقتصادية الخطيرة التي أمامنا، وأيضا الوضع الإقليمي يستوجب الإسراع في تشكيل الحكومة. أنا أقول هناك مفهومين لهذا الموضوع، إما العجلة من الشيطان أو خير البر عاجله. أنا من دعاة مفهوم أن خير البر عاجله، فإن شاء الله ننتهي إلى تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن. فالعراقيون بحاجة إلى العمل وبجدية وبسرعة من أجل تلافي المشاكل الموجودة حاليا. نعم فخامة الرئيس، العرب اليوم يطالبون بمنصب الفخامة، كرسي الفخامة. هناك من يقول، وتحديدا السيد محمد الحلبوسي صديقك رئيس البرلمان، بأننا أحق، أي العرب، أن يكون منصب الرئيس للعرب. لا يوجد في الدستور العراقي نص يقول أن الأكراد هم رئاسة الجمهورية أو الشيعة رئاسة الوزراء أو البرلمان للسنة. إن كان المفهوم هو هذا عرب وكردي، أنا أرفضه حقيقة. ليس هناك نص دستوري، هناك عرف أن يكون منصب رئيس الجمهورية للكرد، لكن دستوريا كل مواطن عراقي كرديا كان عربيا تركمانيا أي من أي قومية أو خلفية له الحق أن يترشح لأي منصب. لو كان طرحه هكذا لكان أكثر مقبولية بالنسبة لي، لكن في النهاية العملية الانتخابية ستجري قريبا إن شاء الله بعد أيام من الآن. المهم أن تنجح الانتخابات وليتبارى المتبارون ويتنافس المتنافسون. زين كاك برهم، اسمح لي، هل من الممكن أن أجري لقاء ما بعد انتهاء الانتخابات وتشكيل الحكومة العراقية القادمة مع فخامة رئيس الجمهورية برهم صالح؟ كاكا ماجد، حقيقة ومن قلبي أقول ذلك، الاهتمام الأول والأساس هذه اللحظة هي في النجاح في الانتخابات وتمكين العراقيين من ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم بدون قيمومة أو تدخل، وأن تكون الانتخابات نزيهة. هذا هو الأهم في هذه المعادلة. أنا لا أتردد في أن أقول أتطلع إلى أن أخدم في الدورة الثانية، لكن هذا مرهون بالانتخابات وبالوضع السياسي الجديد، لا أستبق الأمور. المهم أن تنجح الانتخابات، بنجاح الانتخابات نكون قد ساهمنا في إسداء خدمة مطلوبة لهذا البلد الذي يستحق أفضل بكثير مما هو فيه اليوم. يعني هناك من يقول ما من الممكن أن يعود إلينا السيد برهم صالح رئيس للجمهورية، السيد برهم صالح الذي عطل الدستور عندما لم يسمح للكتلة الكبيرة بتشكيل حكومة، السيد برهم صالح القوي الذي أعاد لرئاسة الجمهورية هيبتها. أنا قبل شوي أنت كنت تقول أنت فد واحد صحفي مشاكس ما شاء الله عليك، قبل شوي تقول لي حامي الدستور وسويت هيك وحميت الدستور. على أي حال هذه مربوط بنتائج الانتخابات. أنا من قلبي أقول هذا الكلام، أتمنى خلال الفترة الماضية كانت فترة عصيبة وتحديات كبيرة، واجب الوطني كان أن أمنع الاحتراب، أن أمنع الدم في الساحة العراقية، وأن ننتصر إلى الدستور وبفهمي له. أملي أن أكون صادقا مع نفسي ومع الناس أنني لم يكن لي دافع إلا خدمة هذا الشعب، وعملت ما بقدرتي من أجل ذلك، والناس سيقررون خلال الانتخابات والتوازنات القادمة ستقرر من يكون في هذا الموقع أو ذاك. نعم فخامة الرئيس، رسالة أخيرة للشعب العراقي من خلال شاشة العربية والحدث حول الانتخابات. الانتخابات وسيلة للتغيير في هذه البلاد، الانتخابات فرصة لرسم مستقبل أفضل لبلادنا، الانتخابات هي الفرصة للمواطن أن يستعيد المبادرة، وإن شاء الله ستكون منطلقا لإصلاح بنيوي. فالعراق يستحق أفضل مما هو فيه اليوم، والعراقيون يستحقون حكما رشيدا آمنا مع شعبه وآمنا مع جواره. شاركوا في الانتخابات، المشاركة في الانتخابات ستمنع المتلاعبين والمزورين والذين يريدون أن يتلاعبوا بمصير هذا البلد. هذا البلد بلدكم، الانتخابات فرصتكم،
اشتركوا في الانتخابات بكثافة واستعيدوا المبادرة. فخامة رئيس الجمهورية الدكتور برهام صالح، جزيل الشكر لك على هذا الحوار، وأيضا الشكر موصول لمشاهدينا الكرام، على أمل أن نلتقيكم بحلقة أخرى من برنامج مقابلة خاصة.